وهل تجرؤي تقولي لنا أكتر موقف مهين اتعرضتي له في مشوارك الفني؟ في مشواري الفني؟ أكتر موقف حسيتي إنه فيه إهانة، إنه وجعك؟ لا، ما تعرضتش لمواقف مهينة في ولا في شغلي. موقف لا. 20 سنة؟ لا، في شغلي 20 سنة سينما ودراما؟ لا لا، تصدقي فيه فعلا. أيوة كده. افتكرت، لا افتكرت، في بدايتي كان في فيلم اسمه صعيدي في الجامعة الأمريكية. أنا كنت ماضية الفيلم ده وكنت نازلة صور، وكان اخراج الاستاذ سعيد حامد، وكنت نازله صور، وكان اول بطوله لهنيدي واحمد السقا وطارق لطفي، المجموعه كلها. فيلم عمل نقله في السينما. بالظبط. فكنت ماضيه الفيلم ده، وكنت المفروض ان انا واخده اوردر الساعه 1 بالليل هنزل اصور. طبعا ما كانش في ساعتها لا موبايلات ولا اي حاجه على التليفون الارضي. لقيت تليفون من مساعده المخرج، انا كنت ماضيه دور معين، فلقيت تليفون من مساعده المخرج انه دورك اتغير، هتبقي دور تاني خالص غير اللي انت ماضياه. فقلت لها ازاي؟ دي فلانه اللي انتوا عايزين تبدلوها اوريدي صورت خلاص وعملت شغلها. قالت لي لا، ما هو حصل عمليه تبديل وهي هتعيد مشاهدها، فهتبقى انت هي وهي. فقلت لها لا، انا اسفه مش هقدر اعمل كده لان انا ماضي على دور معين. فقالت لي خلاص يبقى ما تجيش. مين فلانه؟ مين فلانه؟ غادة عادل. فتبدلت الادوار، فاعتذرت عن الفيلم. الموقف ده الموقف يعني قلت لها لا، انا عايزه اتكلم الاستاذ سعيد حامد وعايزه اعرف بالظبط ايه اللي حصل. فكلمت الاستاذ سعيد، قال لي طبعا انا كنت يعني لسه باديه خالص، ما ليش اسم، يعني تقدري تقولي لسه ما ليش خالص، لسه ما حدش يعرفني خالص. هو كان بدايه كل المجموعه تقريبا. بالظبط. لا يمكن هم كانوا معروفين سنة شوية عني. فقلت له أيوة يا أستاذ سعيد، أنا ماضية دور فلانة وإزاي غدا صورت أوريدي. فقال لي لا، أنت هتعملي دورها وهي هتعمل دور. فقلت له لا، أنا عايزة أعمل دور اللي أنا ماضية. قال لي إذا كان عاجبك، يعني بما معنى الكلام، يعني إذا كان عاجبك take it or leave it، يعني معنى الكلام يعني. فقلت له لا، أنا مش موافقة على ده. فراح قفل السكة في وشي. تشتغلي معاه تاني دلوقتي لو طلبك؟ والله مش عارف. ليه لا؟ لا مش عارفه، بس شايفاها يعني انا شايفه لا في عينيكي. ليه لا؟ مش ليه لا، بس يعني هفكر شوي. هتفكري لانه الاسم يستحق التفكير؟ لا، لاني دلوقتي اكبر سنا واكتر نضجا والواحد بيتعلم من خبرته. الموقف وطبيعي. ده اتكرر معاكي تاني قريب في عمل لرمضان اللي فات؟ قريب؟ لا، ما مضيتيش دور في مسلسل ورجع اتغير الدور فعلا لحد تاني وما عملتيش المسلسل؟ لا لا لا، لا مسلسل العمليه ميسي. لا لا لا، المسلسل كان حاجه تانية خالص غير اللي انا ماضيه، اللي انا ماضيته حاجه. ماضيتي بالفعل وبعدين اتعطل سنتين وبعدين رجع بورق تاني خالص بقصه تانية خالص. لا لا لا، ما حصلش نفس الموقف ده. لا لا، مش زيه خالص. ظروف الانتاج اتغيرت والمخرج اتغير والورق اتغير، فالموضوع اتغير خالص. لكن في صعيدي في الجامعه الامريكيه لا، الدنيا ما اتغيرتش، هي حصل عمليه تبادل للادوار بس. واسطه شويه طبعا اكيد.